هذا ما عليه أحمال. بس المطلوب شنو؟ المطلوب حساب عدد الكتل اللي جمعها الشكل. يعني نجي على سبيل المثال على هذا السطر الأول، هاي الكتلة الأولى 1 2 3 4، هذا هو جزء من كتلة، هاي الكتلة فهي تقريبا ثلث. يعني هنا يختلف من واحد لواحد تقدير الأجزاء، ولهذا السبب هاي الطريقة هي تعتبر تقريبية مقارنة مع الطرق الأخرى. يعني أكو راح يكون بعض الاختلاف عن الطرق الأخرى، بس تعطي نتائج مقبولة. يعني هاي 0.3 تقريبا يصير 4.3. نجي للسكتر الثاني 1 2 3 4، هنا تقريبا 0.8 من الكتلة تم تجميعها يصير 4.8، وهنا تقريبا 0.2 أو 0.1، قلنا 0.2 يصير 5 تم تجميع من السكتر الثاني، والسكتر الأول تم تجميع 4.3. إذا أجمعنا هنا يصير 9.3، وهكذا أجمع البقية إلى كل الكتل. هذا الجزء ما راح نحسب الكتل مالته لأن ما وجد ضمن هذا الجزء، الكتل مالته ما نحسبه لأن هاي المنطقة غير محملة. بنحسب الكتل كلها، بس هنا نلاحظ ان احنا النقطة اي وين واقعة عند هذا الركيل، احنا خليناه وين؟ في مركز نيو مارك تشارت. بحسبنا عدد كتل تم تجميعها اللي هي 117 × 10. بس انا عندي الان معلومة، الان اذا اقسمها على 200 يطلع لي نسبة الكتل تم تجميعها واضربها بالكيو نوت، او بهذا الشكل نضربها كيو في ان في اي، الاي اللي هو 1 على 200 اللي هو البوينت 005. عرفنا شلون نجي البوينت 005، قلنا لان عدد الكتل الكلية هو 200 كتلة، خلينا 1 على 200. فمن خلال المعادلة الكيو هو ضغط التماس، حصلنا على زيادة الجالية على عمق 25 متر مقدارها 23.5. نفس العملية عيدها للنقطة B، نخلي الـ B في مركز نيو مارك تشارت. نلاحظ نخلي B في مركز نيو مارك تشارت، راح نلاحظ بأن الشكل جاي يسحب على الكتل الكبيرة، معناته راح يجمع كتل أقل في الشكل اللي قبله، وهنا أغلب الشكل في داخل الكتل الصغيرة جمع كتل أكثر. إذا جمع كتل أكثر معناته الزيادة الجاذبية راح تعطيني أعلى، إذا جمع كتل أقل معناته الزيادة الجاذبية راح تكون أقل. ليش؟ هنا عندي بالركن، الركن هو الزيادة الإجهادية راح تكون أقل من اللي إذا كان قريب للمركز. فإحنا حسبنا عدد الكتل، عددهن تقريبا 90 كتلة تم تجميعها عند موضع النقطة B على المركز نوار تشارت. فقلنا الزيادة الإجهادية سألنا سيجما في N في I، السيجما هي الكيو هي 40، في ان 90، في اي 0.005 حصلنا 18. بنلاحظ الزيادة الجاذبية عند نقطة بي هو أقل من الزيادة الجاذبية عند نقطة كي. أكو واحد سؤال طلاب حد لنا؟ الدكتور بسعيد النقطة الثانية شلون عدد القطع؟ خذ الشاي البي؟ اي نعم دكتور، هاي 90 ما انتبهت. نعم أسعد، أنا هاي النقطة بي أبدأ أحسب الزيادة الجهادية، بس نخلي النقطة بي هنا نفس الرسم، هو ما غيرنا بشيء، نفس الأبعاد السابقة اللي سوينا ريسكال لها. بعدين نبدأ نحسب الكتل، نحسبه بهذا الشكل، كل الكتل الداخل داخل الشكل فقط. هذا الجزء ما نحسبه قلنا لأن ما موجود فيه أحمال. هنا قلنا بس ملاحظة بأن هنا الشكل جاي صار يعني جزء
من الكتل الكبيرة داخل الشكل، فبالتالي هذا الشكل راح يجمع كتل أقل من الشكل السابق. هنا كل الكتل داخل الشكل هي صغيرة، فالكتل تجمعها أكثر عددهن، هنا راح يكون عددهن أقل لأن يعني كتل كبيرة جاي جمع، فهذا راح يسبب يعني زيادة الجاذبية عند النقطة B راح تكون أقل. حسبناها طبعاً 90، نفس المعادلة السابقة بس غيرنا هنا 117 خلينا بس 90، صار هنا عندنا 18، هنا 23.5. أوكي، كان عنده سؤال؟ إذا ما في سؤال نبدأ بالبعدة. السؤال الثاني، عندي أساس دائري قطرة 3 متر. بالنسبة للسؤال الأول يحتاج تقدمون يعني الصورة للشكل، يعني مو بس تكتب أرقام، تحتاج تخلي نيومارك شارت يعني وتبين عليه شكل مالتك يعني بالهومورك. هسه نجي السؤال الثاني، عندي أساس دائري القطر مالته 3 متر، هذا الأساس معرض عليه أحمال مقدارها 400 كيلو نيوتن من السوبر ستراكتشر، بعد سمك الأساس 0.5 متر، عمق الدفن 1 متر، وجالس على تربة طينية مشبعة نشوف مياه جوفية على السطح. الطبقة الثانية تبدأ على عمق 4 متر من تحت الأساس، دي التربة الرملية، مواصفات التربة الطينية مطينة. المطلوب إيجاد ماكسيمم توتال سيتلمنت، هبوط الكلي الأعضاء تحت الأساس بعد 3 سنوات. ملاحظة بأن خرسانة الأساس يمكن اعتبارها منفذة للمياه لأغراض حسابات أطول مسار بذر. احنا نعرف هاي ملاحظة شنو فائدتها، احنا نعرف لحساب أطول مسار بذر لازم نعرف الطبقة المنفذة للمياه. عندي بالأسفل رمل، فأعرف أنا بالأسفل راح يكون جهة راح ينفذ من عدد المياه، بالأعلى الكونكريت، الكونكريت هنا بالإمكان اعتباره بأن بالإمكان المياه يعني تخترق الكونكريت فيصير هي طبقة منفذة للمياه. هاي الملاحظة اللي نصل بيها. هسه البعض يسأل يقول يا ستلمنت راح ناخذه، احنا بالحقيقة مثل ما كنا بالمحاضرات عندنا 3 أنواع من الستلمنت، عندنا ميديا ستلمنت، عندنا كونسوليديشن ستلمنت، وعندنا سيكندري كومبريشن، 3 أنواع هاي بصورة عامة. بالمسألة مالتنا يا ستلمنت ناخذ، هل ناخذ 1 ناخذ 2 او ناخذ 3، فنجي للميديا ستلمنت ناخذه لو ما ناخذه، عندي تربة طينية ناخذ الميديا ستلمنت أو ما ناخذ الميديا ستلمنت؟ طلاب واحد يقدر جاوب؟ الميديا ستلمنت احنا قلنا هو يحصل لكل انواع الترب، بس هو يكون مركبة سائدة في التربة الرملية، هاي اللي ذكرناها الأول حبيبية ذكرناها بالمحاضرة. يعني قلنا شنو المركبة السائدة؟ المركبة السائدة بين هو
راح يكون هو المركبة الأكبر قيمتها للتربة الحبيبية مثلا. بالنسبة للتربة الطينية يحصل بها هبوط آني immediate settlement، بس مو هو المركبة السائدة راح يكون، بس نحتاج نحسبه. بعد consolidation settlement أنا عندي تربة طينية جالس عليها الأساس، وبالتالي معناته راح يصير عندي هبوط انضمام، يعني هم التربة طينية ومشبعة بها مياه جوفية، فهي أنا متأكد من راح يصير بها consolidation settlement. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو secondary compression، هل أحسبه لو ما أحسبه يعتمد اعتماد على الزمن مالتي. أنا أريد أن total settlement بعد 3 سنين، لازم أتأكد أنا هل 3 سنين من تلك consolidation settlement. مثل ما تعرفون إحنا عرفنا secondary compression يعني يبدي بعد انتهاء consolidation settlement، لازم احنا نعرف هل انتهى الكونسوليديشن ستلمنت او ما انتهى بعد 3 سنين. اذا انتهى الكونسوليديشن ستلمنت قبل 3 سنين، معناته بعد يعني الفتره من انتهاء الكونسوليديشن ستلمنت الى 3 سنين احتاج احسب سكندري كومبريشن هبوط الثانوي. اذا لا الكونسوليديشن ستلمنت انتهى بعد 3 سنين، فاحسب بس يعني الجزء اللي هو الاميديت ستلمنت والكونسوليديشن ستلمنت لحد 3 سنين. تعتمد هل اخر الهبوط الثانوي لو ما اخر اعتمادا على الحسابات مالتي. نجي للاحمال، اول خطوه نبدأ بالاحمال الحسابات. بالنسبه للاحمال الهبوط المنيع احمال ناخذها الاحمال من الصافيه، الزياده الصافيه شو يصل بيها؟ يعني أنا لو ما موجود هذا الأساس وهذا الأحمال هل يحصل هبوط؟ لا ما يحصل هبوط. إذا خليت أنا أحمال يعني رفعت التربة وخليت أحمال ثانية مو تربة مادة ثانية بس أحمالها نفس أحمال التربة، هل يحصل هبوط؟ لا ما يحصل هبوط. يبدأ يحصل هبوط، يحصل هبوط إذا زادت الأحمال عن الأحمال السابقة، الأحمال المعتاد عليها التربة. نعم، اللي هي عند مستوى الأساس. شنو الأحمال عند مستوى الأساس هسه الموجودة؟ عندي أساس وزنه، عندي التربة فوق الأساس هسه موجودة أحمال، وعندي أن أحمال جاية من السوبر ستراكشر. هاي الأحمال كلها أنقص من عدة بعدين الضغط المعتاد عليه التربة اللي هو الكيو بار، حصل على ضغط صافي. بس أنا عندي الضغط جاي من الأساس اللي هو سمك الكثافة الأساس 24 في سمك الأساس 0.5، حصل على ضغط جاي من الأساس كونكريت عادة ناخذ 24 سمك الأساس 0.5 يصير 12 كيلو باسكال. بالنسبة للتربة فوق الأساس راح نعتبر إحنا حتى العمود بما أنه ما معطيني أبعاده ما معطيني تفاصيله راح أعتبره هو مثل التربين، يعني كثافة ما تعتمد كثافة التربة حتى تعامل ويا المسألة، يعني ما عندي أبعاده. فالكثافة مالته هي 17.5 ناقص 9.81 حصل على كثافة الفعالة، أضربها في سمك التربة، سمك التربة اللي هو 1 ناقص 0.5 حصلت على ضغط الجاي من التربة. بعد عندي الضغط الجاي من السوبر ستراكتشر 400 بس أقسم على المساحة، المساحة هي 3 قطر في الباي أوفر 4 في 3 سكوير، حصل على الضغط الجاي من الأحمال الخارجية. بأجمع هذين الثلاثة أحصل على الضغط الكلي الإجمالي مسلط على المستوى الأساس. إحنا قلنا هذا الضغط إجمالي بس هي التربة كانت عقب المسلط عليها ضغط، قد مسلط عليها ضغط هو الكيو بار 17.5 ناقص 9.81 في 1
هذا يطلع لي الكيو بار، انقص التوتال من الكيو بار احصل على النت، هذا ضغط الصافي المسلط. بس هذا ناخذه في حساباتنا الثانيه بالسلطنه. اكو حد سؤال طلاب لحد الان؟ فنبدأ بالإميديال ستلمنت. إميديال ستلمنت هاي المعادلة مالته هي Q في B E S 1 ناقص نيو سكوير I W F 3. الـQ تو حسبناه في المقدار 64، هاي الكسور بعد ما حاجيه بس أرقام 64. الـ B قيمتها هي نفس القطر 3 متر. الـ E S بالمسألة مالت الـ E S 60 ميجا، نحولها للكيلو باسكال، حولها فضربها في ألف. ليش حولناها للكيلو باسكال؟ لأن هاي عندي بالبسط الكيو بالكيلو باسكال والمقام الكيلو باسكال، راح يختصر يبقى عندي بس هنا متر. واحد ناقصا نيو سكوير، لنيو مطنية بالمسألة 0.5، يبقى عندي بس الـ I W والـ F 3. الـ I W شلون أوجده؟ نوجد من خلال تيبل 4.1 اللي هو الانفلونس فاكتور. هذا الانفلونس فاكتور يعتمد على اليمن على الفلكسبيليتي مالت الاساس، هل هو اساس فلكسبل، هل هو ريجيد، ويعتمد على الشكل، هل هو سيركل سكوير ريكتانجولار، ويعتمد على موقع، هل هو بالمنتصف بالمركز او بالحافه. فاحنا الاساس مالنا هل هو فلكسبل او ريجيد؟ هو لا هو فلكسبل ولا هو ريجيد، يعني هو ما بين فلكسبل وما بين ريجيد. لكن يا هو اللي ينطيني هبوط عالي، ينطيني هبوط عالي فلكسبل، يعني هو الاحرج، لذلك انا راح اخذ فلكسبل. فعندي الشكل مالنا دائري، وين اخذه؟ بالكورنر او بالسنتر؟ انا اريد ان الماكسيموم سيتلمنت، الماكسيموم راح يكون بالسنتر. اخذ السنتر يلقي انت واحد بالاي دبليو واحد، تعوضنا واحد بالمعادله، بقى عندنا الاف 3. الاف 3 شلون نوجده؟ يعتمد على الدي اوفر بي، هو الديبث فاكتور. الديبث فاكتور الدي احنا قلنا عمق الاساس 1 متر، عمق الأساس 1 متر. البي قلنا هو هذا الدي قلنا هو عمق وليس قطر، والبي هو عرض الأساس اللي هو نفس قطر الأساس 3 متر، فـ 0.33. شو نلاحظ من الـ depth factor هذا الـ depth ratio أقل قيمة هي 0.5، أقل من 0.5 موجود عندي مخطط. فبالتالي أنا لازم إذا أي قيمة ما موجودة ضمن المخطط آخذ قيمتها واحد. ليش واحد؟ لأن يعني الواحد هو الأحرج، يعني أنا إذا أخذت قيمة أقل من الواحد معناته أنا قللت الهبوط الآني، إذا أخذت واحد معناته أنا زيدت الهبوط الآني. فإحنا نأخذ الأحرج اللي هو زيادة الهبوط الآني، فالقيمة نأخذها واحد. عندي هنا البي 3 متر اضربها في الف حتى تتحول الى مليمتر، يعني هذه الوحدات كلها تكنسلت، بقى بس ال 3 متر، فاضربها في الف حتى تتحول الى مليمتر، فصار 2.428. فنلاحظ قيمتها قليله تربطينيه. اكو عندي سؤال طلاب حلان؟ نبدأ بالconsolidation settlement. الconsolidation settlement احنا التربة مالتنا ما منطيني هل هي normally consolidated او over consolidated، لكن يعني شلون اعرفها؟ لازم ينطيني سيجما سي برايم. بما ان ما منطيني الاوفر البري
consolidation pressure ضغط ضغط الانضمام المسبق ما منطينية معناته التربة هي طينية normally consolidated منضمة طبيعيا لأن أنا ما عندي قيمة أنا حتى أعرف هي over consolidated لازم أنا عندي sigma C prime بما أنا ما أتكلم عنها بالسؤال معناته التربة هي طينية منضمة طبيعيا normally consolidated. في النامي كونسوليت عندي معادلة واحدة استخدمها عندي سي سب سي على واحد زائد اي نوت في اتش نوت في لوغ سيجما نوت برايم دلتا سيجما على سيجما نوت برايم. هسه السيجما نوت برايم نحسبها عند منتصف الطبقة شو احنا نحسب الكونسوليت هسه طلمت المن فقط للأربعة متر يعني ناخذ فوق الأربعة متر لأن احنا من مستوى الأساس فما دون بالأربعة متر فنحسب هسه احنا شريط بالمعادلة نحسب السيجما نوت برايم والدلتا سيجما عند منتصف الطبقة رح ناخذها طبقة واحدة بما انه ما قال لي هو اخذها أكثر من طبقة رح ناخذها طبقة واحدة فهسه انا عندي متر تي ان هنا في منتصف الطبقة أسفل الأساس السيجما نوت أحسبها منين من سطح الأرض بيصير واحد زائد اثنين ثلاثة متر في الكثافة البحالة يعني هذا ناقص 9.81 هذا بهذا الشكل 17 ناقص 9.81 في واحد زائد 4/2 طلع لي سيجما نوت برايم الدلتا سيجما هم موجودة عند منتصف الطبقة نعم. منتصف الطبقة اللي هي تحت الأساس الجد الزيت مالته الزيت مين قيسه من قيسه من سطح الأرض من قيسه من تحت الأساس يعني هذا 4 متر نص جد 2 متر فبالتالي أنا الزيت راح يكون 2 متر الزيت 2 متر أنا عندي الأساس دائري استخدم هذا المخطط مخطط شرحناه سابقا هنا المحور العمودي والزيت اوفر ار الزيت منين تقاس من تحت الاساس قلنا الدائري من مركز الاساس والاكس الاكس الاكس اوفر ار هنا أنا عندي على المخططات الاكس منين تقاس هم من مركز الاساس اللي هو الدائري بالنسبة إنه الإكس إحنا نريده في سبيل الوقت الحالي بالسؤال الحالي إحنا نريده الماكسيموم نريد السيتلمنت فراح يكون في مركز الأساس معناته نريد السيتلمنت معناته الإكس راح يكون صفر قيمة بالنسبة للزد طلعنا قيمة 2 قسمها على الآر 1.5 الآر إحنا قلنا القطر 3 أمتار نصف القطر 1.5 طلعنا زد أوفر آر زد أوفر آر مثل ما قلنا صفر قلنا المخطط عندي زد أوفر آر المحور العمودي سقطها على الإكس أوفر آر أحد المخططات ومن عدها سقطها على المحور الأفقي نحصل على قيمة الآي الآي هنا هي الإنفلونس فاكتور هنا بيرسنتج يعني لازم نقسمها على 100 وبعدين نضربها بالكيو نوت فلاحظنا الآي هي تقريبا 49 احنا بدينا قلنا من الزيت اوفر ار سقطناها على الاكس اوفر ار صفر حصلنا على قيمة الآي 49 2 بالعشرة قسمها على 100 حتى نحصل كسور يعني 0.949 من ال 64 يعني تقريبا 50% الإجهادات راح توصل عند منتصف الطبقة الطينية تحت الأساس. هسا نجي للمعادلة شو هنا عندي هسا أنا السيجما نوت طلعناها دلتا سيجما طلعناها سي سب سي موجودة بالمسألة إي نوت موجودة بالمسألة الإتش نوت هو سمك الطبقة بس إحنا عندنا إميديا ستلمنت حصل قبل لا يبدي الكونسوليديشن ستلمنت
حصل نفس لنفس الطبقة اللي احنا نسميه ميديا سيتلمنت والكونسوليديشن سيتلمنت. احنا الميديا سيتلمنت حصل من البداية وبعدين بدا الكونسوليديشن سيتلمنت، فسمك الطبقة نقص من عنده الميديا سيتلمنت. هاي بالحقيقة هو ما راح يأثر حتى لو ما حسب أخذ النظر الاعتبار، لأن قيمة 4000 نقص من عدد 2 راح يكون قيمة قليلة، فما يأثر حتى الطالب ما أخذ النظر الاعتبار ما راح تأثر، حتى لو أخذ 4000 ليش ما راح تأثر، طلع قيمة قريبة الحال بالبوينتات الفرق. بس نعوض C sub C موجب المسألة 0.18 E not 0.95 H not هذه القيمة اللي استخرجناها log sigma not زائد عن دلتا سيجما على سيجما نوت يساوي لنا 139.01 مليمتر. هذا الكونسوليديشن سيتلمنت. هسه السؤال، هل نحتاج هسه انا حسبت الميديا سيتلمنت وحسبت الكونسوليديشن سيتلمنت، هل احتاج السكندري كومبريشن؟ لازم قلنا نشوف الزمن يمتى ينتهي عندنا الكونسوليديشن سيتلمنت. شلون احسب الزمن؟ انا معادلة الزمن هاي المعادلة اللي اخذناها تي بي سالة سي بي بي تي اوفر دي سكوير، من عندها اقدر اوجد الزمن. السي بي معلوم، الدي معلوم، التي بي ما معلوم. التي بي شلون اقدر نوجده؟ عندي علاقة مع من؟ مع اليو افريج. اذا اعرف اليو افريج اقدر عندي علاقة بينه وبين التي بي اقدر اوجد التي بي. بالنسبة أنتم عندكم هذا الجدول الموجود بالمحاضرة، هذا يربط ما بين U average وما بين TV. ويمتى يحصل عندي consolidation settlement 100% إذا كان TV مساوي إلى infinity؟ إحنا ما نقدر نأخذ هذا الانفينيتي، يعني قيمة غير محرفة، فنأخذ أقل من 100 ونعتبره هو حصل عند الانضمام، يعني انتهى الانضمام عنده. مثلا ناخذ 95. ليش ناخذ 95؟ لان انا موجوده بالجدول قيمه لها، نقدر ناخذ قيمه يعني غيرها، بس احنا 95 لان موجوده بالجدول، اخذنا 1.13. اليو افريج هي 95% راح نفرضها، يعني درجه الانضمام الحصله بالتربه 95%، وراح اعتبرها كانما انتهى الانضمام عند 95%. التي افريج التي تايم فاكتور مقابل ال 95 معناته 1.13 وجدناه، نقدر نجمع من خلال المعادلات او من خلال الجدول. فالتي بي معلومه هسه انا اقدر اعوضها بالمعادله. دي شو يساوي الدي؟ انا شنو عندنا بالسؤال؟ قلنا دي هي اطول مسار بزل، فبالتالي يعني الكونكريت هم مسموح له بين ينفذ غير الكونكريت، فهو منتصف المسافة، يعني بدل 4 صار 2 متر. بالنسبة للسي بي، السي بي بالسؤال مطنيها لي كل شهر، أنا عندي المسألة هنا بالسنوات، أما خليها اثنين بالسنوات أو خليها اثنين بالشهر. إذا خليتها بالسنوات معناته هذا الشهر بالمقام معناته اضرب في 12 حتى احولها الى سنه، ضربنا هذا في 12 حتى نحولها للمتر سكوير كل سنه. بس كلها معلومات عندنا، السي بي معلوم، الدي معلوم، والتي اريده، والتي بي معلوم، بس اضرب الطرفين، يعني تي يساوي بطرف يساوي تي بي في دي سكوير على سي بي. الدي بي 1.13، الدي 2 سكوير، السي بي 2.64، راح يطلع عندي تي 1.71 2 years. هسه هذا الزمن اللازم لإكمال consolidation settlement. هذا الزمن هل هو أكبر أو أقل من الزمن المطلوب حساب عند settlement؟ أنا بدي أحسب settlement لثلاث سنوات، فبالتالي consolidation settlement خلص بسنة وسبعة بالعشرة من السنة، معناته بعد هذه الفترة من واحد سبعة بالعشرة إلى ثلاث سنوات راح يبدي عندي السكندري كومبريشن، معناته لازم أحسب السكندري كومبريشن.
حسابات سكندري كوبريشن راح يكون خلال هاي المعادله سي الفا الاي بي اتش بي والتي اوفر تي بي. سي الفا معطات بالمساله هاي سي الفا يحتاج الاي بي والاتش بي والتي بي. التي بي وجدناه قبل قليل اللي هو الزمن اللازم لاكمال كونسوليديشن سيتلمنت اللي يوصل قيمته 1.712. هذا الـ CLFA.01 هسه التي أنا التي أريد عندي 3 سنوات سبق عندي الـ HB والـ EB. الـ HB شلون نوجده أو نجده بالـ EB هو نسبة البجوات عند نهاية الـ Primary Consolidation عند نهاية هبوط الانضمام. شلون نوجد نسبة الفجوات عند نهاية هبوط الانضمام؟ نقدر نسوي خلال هاي المعادلة الانفعال الحجمي يساوي الانفعال الطولي من عنده. يعني هنا شو أقصد به الانفعال الحجمي يساوي الانفعال الطولي؟ احنا عندنا مساحة واسعة نحسب بها هبوط يعني التغير بالمساحة راح يكون طفيف والتغير راح يكون بالارتفاع بارتفاع الطبقة. فالانفعال الحجمي هو تقريبا يساوي الانفعال الطولي الانفعال بالاتجاه العمودي يعني اللي هو دلتا اتش شو طالب راح يدخل هاي سمات الحضور دزيت لكم هم بس هاي المعادلة عندي دلتا اتش اوفر اتش نوت تساوي دلتا اي على 1 زائد اي نوت. هذا هو شوف بس هاي المعادلة احنا جاي نحسبها وين؟ بالكونسوليديشن سيتلمنت يعني بعدها ما دخلنا السكندري كونفرشن بهاي المعادلة اللي ودلت عايشين معناته معناته قص صار عندي هبوط انضمام مقدار هبوط انضمام دلت اتش والاتش نوت يعني هبوط انضمام الكلي. الاتش نوت هو سبق الطبقه ادمن عند في بدايه هبوط الانضمام. الدلتا اي بمعنى اخذت هبوط انضمام الكلي معناته الدلتا اي هو نسبه الفجوات في بداية ونهاية يعني الفرق بيناتهم في بداية ونهاية هبوط الانضمام. يعني واحد زائد اي نوت اي نوت هو عند بداية هبوط الانضمام. فأنا الدلتا اي بالبداية حتظل من عند نسبة الفجوات عند نهاية هبوط الانضمام. فالدلتا اي شو يساوي؟ انظروا الطرف الوسطين حصلنا على هذه المعادلة. الدلتا اتش قلنا هذا هبوط الانضمام الكلي. الاتش نوت هذا سمك الطبقة في بداية هبوط الانضمام نقص من عندك قلنا في خط الاميديال ستلمنت. في واحد زائد اي نوت اي نوت هم معروفة بالسؤال 0.95 حصلنا على الدلتا اي. الدلتا اي شو يساوي قلنا؟ نسبة الفجوات في بداية هبوط الانضمام ناقص نسبة الفجوات عند نهاية هبوط الانضمام. حولها بالطرف الثاني اللي اريده حول دلتا اي بهذا الطرف اي 0.95 معطات بالمساله دلتا اي وجدناها 0.068 حصلنا عليه دلتا حصلنا على الاي بي نريده بالمعادله سكندري ستلمنت. هسه عندي بعد الاتش بي. الاتش بي هسه هنا صار عندي السمك الاصلي قلنا السمك هو فقط من تحت الاساس 4000 نقص من عند الهبوط الانضم الآني SI ونقص من عند الهبوط
الانضمام، يعني احنا قلنا السكندري سيتلمنت يحصل بعد هبوط الانضمام، النقص من عند هبوط الانضمام يطلع لي سمك الطبقة عند نهاية هبوط الانضمام، هذا سمك الطبقة. بس بس أعوض القيم، هذا معلوم بوينت أول، هذا قيمة بوينت 882 استخرجناها، HB استخرجناها، T قلنا 3 على TB اللي هو فترة الانضمام هبوط الانضمام. حصلنا على سكندري هم قيمة قليلة مقارنة مع من؟ مع الكونسوليديشن ستلمنت. بنجمعهم ثلاثتين نحصل على التوتال ستلمنت. اكو واحد عنده سؤال كلام؟ لا ما أنا عندي سؤال لكم، شنت تفرق المحاضرة اللي هي تفاعلية عن المحاضرة اللي تسجيلية؟ شوف نفس التفاعل، هو تشرح تط المحاضرة وانتهت. أكو فرق؟ عفوا دكتور، ما بس عيد السؤال. شو الفرق بين المحاضرة التفاعلية والمحاضرة اللي التسجيلية؟ خلينا اليوتيوب ونطيكم اياها. دكتور المحاضرة التفاعلية راح يصير اكو تفاعل بين الطالب والدكتور، بعد الطالب يظل انتباهه ويعني حتى يكون مشدود بين المحاضرة. بس انتم تفاعلية هاي لو تسجيلية؟ تسجيلية. ها؟ تسجيلية. متفاعلية يعني ما جاء هو الإلكتروني عموما تفاعل به حتى لو أريد يصير شيء محدود، وهاي المشكلة يعني. إيمو أنتم مسكوا بعض هك محاضرات يجون يسألوكم ويحرجوكم يقولون أكو بعض الطلاب يجون يقولون لا إحنا ما نحب شيء، تردون نسألكم ما تجاوبون أم يقولون ما يخالف، بس إحنا ما المشكلة عامة بالإلكترون إنه واحد حتى انتباهه مو مثل من هو بالقاعة وحتى فهمه صحيح، يعني مو شغلة تقصير من دكتور، يعني كل دكتور له طريقته وكل طريقة إلها يعني إيجابيات وسلبيات، بس تبقى هو التعليم الإلكتروني محدود وهذا الجاي نعاني منه. بس وسط الطالب عادة يعني جاي أغلب يعني الطلاب اللي يريد يطلع له سبب قال لا المحاضرة هاي تسجيلية مو تفاعلية وما جاي نستوعب والإنترنت ضعيف وأعذار وايس هي غير يعني. هو الدكتور التعليم الإلكتروني هو مشكلة ما يتناسب ويا دراسة الهندسة، يعني كنت واحد من الأشخاص بس أحضر المحاضرة وبعد ما أدرس شيء وكان تكفيني أجي بيوم الامتحان أدرس وأمتحن، كنت أركز بها قاعد بالمحاضرة أركز أفهم وانتهي صحيح الدراسة. هسه لا حكيت صحيح، يعني هو الحضورية هواي أفضل، هي الإيجابيات السلبيات، يعني هي صح الحضورية أفضل بهواي من الإلكترونية. الإلكترونية الحلو اللي بيها أنت عندك محاضرة تقدر تسمعها أكثر مرة إذا معلومة غابت عنك، بس إذا حضورية إذا غابت عنك بعد لازم تسأل عنها وجوز مو ما تحصل أثناء المحاضرة. بس يعني هسه السبب عدم الطلاب مثلا ما فهم المادة أو من ما يعني ما وصلت الفكرة، هي مو بسبب المحاضرة التسجيلية والطالب جاي يسمعها تسجيلية، المشكلة بين
يعني هي يعني الإلكترونية بصورة عامة وليس يعني بقلنا التسجيلية أو التفاعلية. يعني التفاعلية سائلة، تفاعلية ما أقول تفاعل نفس الشيء. صح لو مصح محمد حسن دكتور ما أعرف يعني، بس هو قلت لك يعني التعليم الإلكتروني راح يصير يمكن ربع من التعليم. هي ثانوية بس هي المشكلة نعم يعني أنا شخصيا يمكن ما تفرق لي، بس يجوز بعض الطلاب تفرق لهم. هو الطلاب اللي جاي يحجون اللي يحجون صوتهم عالي غير هسه هو موجود بالمحاضرة، غير يعني سيصير عنده تفاعل، غير هو جاي عنده فرق. هسه بالنسبة لك ما تفرق لك، اللي تفرق لي يفترض يبين عنده يقدر هسه يعني يناقش هاي. وهاي الموضوع، الموضوع هسه جاي نشرحه احنا، موضوع انتم قريتوا حليتوا عليه امور ويفترض عندكم اسئله بباكم هواي ويفترض اكو تفاعليه. صح يعني مو مثلا موضوع ما فاهمينه ما سامعينه، يعني الموضوع بعد انتهى معناته الموضوع عندكم كل تفاصيله هسه عندكم باكم بجوز يفترض اسئله هواي مثلا بأثناء حل الواجب بأثناء قراءة الموضوع. فهو ماكو يعني هو المشكلة هي مثل ما قلت، هي المشكلة بالإلكتروني وليس مشكلة بطريقة المحاضرة بأثناء هي تطقيها مسجلة من اليوتيوب أو من الأستاذ يجي يطقيها لك مباشرة، إلا مثلا في حالة إذا تردون هيجي حتى تسوي الفصل الثاني من رايح إذا تحبون التفاعلية مثل ما تردونها بين خلي احنا كل محاضرة نبدي نعطيكم محاضرة ونبدي بالمحاضرة بس نسألكم أسئلة ويعني يصير إحراجات فيها تدون بهذا الشكل. يعني مو أسئلة وإحراجات، ممكن واحد يعني إذا الطلاب رايدين تفاعل يكون يعني أسئلة وأجوبة بس تفيد أكيد، مو يعني هو امتحان لا هو أخذ مو جاي نسأل هسه بهاي المحاضرة ما يعني إجابة. نكمل احنا بس حبيت اوضح لكم نقطه، يعني هي النقطه بان هي كالتالي، النقطه هي مو ليست المشكله بالطريقه المحاضره، يعني هل هي نعطيك اياها فيديويه مسجله او نعطيك اياها مباشره الاستاذ يجي يحكي المحاضره تقريبا بالعكس يعني نعطيك اياها مسجله بكل الشعب يجوز يعني نفس المعلومة وصلت لكل الطلاب من نفس الشخص، فبالتالي معناته كل مساوي بالمعلومة. بس بعض مثلا في محاضرة معينة بعض الطلاب مثلا واحد صار يعني شاطر وسأل سؤال وتم الإجابة عنه في في شعبة معينة، فراح يصير هاي المعلومة موجودة بدي الشعبة وهاي الشعبة موجودة. دكتور يعني أنا شخصيا عندي مشكلة غير مسجلة شغلة واحدة، نعم أنه المحاضرة تصير طويلة، يعني مثلا محاضرتكم جاي تنزل مثلا ساعة وثلث ساعة ونص، هي فعلا إحنا محاضرتنا ساعة ونص إلى ساعتين، بس بالقاعة ما رح تنوخذ يعني كمية مادة بالساعة ونص نفس ما جاي تنوخذ بالإلكترون. هسا أنا مو جاي أشرح لكم، هسا رح أخذ لكم ساعة ونص، هسا مو جاي أشرح لكم يا سير لا يسير، هي أقصد أنا المحاضرات المسجلة اللي كنا نشوفها. يعني قصدي هسا هم تعتبر هسا انا جاي اشرح لكم اياها هم مسجله، هسا جاي اشرح لكم من بدايه المحاضره، انا ما حكي هسا تبدا المحاضره تنتهي بس انا احكي واخذ براحتي قد ما اريد اشرح اشرح اصل ساعه ونص تنتهي ما اخذ ساعه ونص بس انا. صح لا مو صح يعني اقصد ككميه ماده النطب محاضره مثل بالقاعه كانت اقل بهواي من هسا بالالكتروني بالمحاضره الواحده. صحيح صحيح يعني أكو تفاعل أكو يعني تفاعل بين طالب سأل هذا سأل ليش هيك ليش هيك لا سبب يصير تأخير بالإعطاء المعلومة. كيف دكتور يعني المادة هسا نرجع رح نرجع إحنا نشوف الفيديوهات لازم ورا فترة من نجي للامتحانات، فشوف هسا الفيديوهات كلش طويلة مادة كلش هواي فترة قصيرة من نجي ندرس، فهاي أنا يعني بالنسبة لي مشكلة كبيرة ويا مادة الأسس. إن شاء الله يعني بالكورس الثاني تكون أقل الفيديوهات. يعني محاضرة شرح وبعدها مثلا محاضرة مناقشة وشوفوا شلون يناسب، بس يعني صعب يعني دكتور محاضرة ساعة ونص يعني أشوفها هواي كفيديو. نعم شو الطلاب داخلين بأكثر من حصة مرتين سمعت داخل مرتين
كاظم. أنا؟ لا يسجل باللابتوب. نقول ياخذ معلومات منتزل. طيب بعد الفائدة أفضل يعني يبقى عندي. الدكتور هسه امتحان المد كم فصل؟ نعم هو بعد المادة مالتنا حق بس الفصل الأخير ما داخل مالت التصميم الإنشاء ما داخل. زين دكتور كم سؤال راح يجي بالامتحان المد؟ والله ما أدري كم سؤال وما يعتمد على الأسئلة، يجي السؤال حل 10 دقائق يجي السؤال حل ساعة. دكتور هو سؤاله بالعشر دقائق احنا يرادلنا في الساعة يلا نحلو والوقت يعني قليل كلش. واللي بعد السؤال راح يجيكم بقدر يعني الأسئلة تجيكم يا امتحان تخصص امتحان شهري غير اي المد اي يعني هو بعد على ال يعني احنا الأسئلة نخليها على قدر الوقت يعني المطلوب ويعطيكم فترة لتحميل الأسئلة تحميل الجدول مالكم. يعني نبدي بال بعد السؤال اكو الطلاب سؤال بالنسبه لل اكو اختلاف هسه بال الاساتذه مثلا موجودين ثلاث اساتذه عندكم مشكله المعلومات تجيكم متضاربه ولا نفس المعلومات؟ طلاب ياهو عنده يقدر يجاوب شلون دكتور؟ المعلومات هسه جاي نعطيكم احنا يقولون ثلاثة اساتذه نفس المعلومات لو اكو تضارب بالمعلومات اكو واحد اعطاكم معلومه تختلف عن الاستاذ الثاني نفس المعلومات جاي توصل لكم ليش احنا تسجيليه حتى شنو حتى تصير نفس المعلومه عندكم نفس المعلومه من كل الاساتذه واسطتكم لهذا السبب باكو اي اختلاف بالمعلومات جاي توصل لكم من الاساتذه الثلاثه يعني بعض الطلاب يريد يقال عذر ما يلقى العذر يبدي يألف الأعذار أوكي نبدي بالكمل مثال الثالث إذن دكتور توسع شوية بالمعلومات أكثر المعلومات موسعينها دكتور احنا ثلاثة أيام نحل بالواجب وطلع غلط هي هسه المعلومات كم مثال عندكم؟ عندكم 8 امثله بالستلمنت بعد ما نقدر نعطيكم اهم هو الوقت اللي يكفي هذا ما ادري يعني الافكار تختلف نعم يعني الافكار مالت الواجب تختلف هي الافكار تختلف حتى لو نعطيكم 100 سؤال اكو افكار غيرها لم تبقى اكو مشكله اختلاف الافكار زين دكتور على قلب امتحان المد جيبوا لنا اسئله شويه تشابه الامثله اللي عندنا يعني واجب كلش صعب والله لا الواجب صعب اي نعم صعب شو صعب اللي مين بس السؤال الاول سهل وهم هاي يعني الطريقة ما يعني ما كلش عارف هي بس مشروحة بالتفصيل بال أيه مشروحة بس ما ندري انه الشكل كله يجي نرسم عبالنا بس الشكل مثلا فوق النقطة يعني ما ادري الواحد ليش نعطيكم واجبات حتى تعلمون من أخطائكم والكويز هم تعلمون من أخطائكم الامتحان يكون الأهم درجته في واحد يعني يتعلم قبل لا يدخل الامتحان ممكن نبدأ بالثالث أساس الثالث هو عندنا أساس مستطيل طولة في عرضة 3 في 4 المطلوب بحساب الإميديال ستلمنت الماكسيمم إميديال ستلمنت والماكسيمم كونسوليشن ستلمنت والزمن اللازم لإكمال 15 ملم كونسوليشن ستلمنت عندما تكون فترة إنشاء سنة واحدة
هذا الأساس عليه أحمال مقدارها 1200 كيلو نيوتن. التربة الجالس عليها هي تربة رملية. بالأعلى عندنا تربة جافة 17 كيلو نيوتن كل متر مكعب. بالأسفل منها عندنا تربة رملية مشبعة 18.5 كيلو نيوتن كل متر مكعب كثافة. اللي هي معلومة منسوب المياه الجوفية على مستوى الأساس قلنا. عندي سبك الأساس 1.6 ونفس عمق الدفن من تحت الأساس إلى الطبقة الطينية 2 متر وسمك الطبقة الطينية 4 متر. هذه معلومات مع الطبقة الطينية. عندنا السيجما هنا السي برايم عندي معادلة بيها تعتمد على الزت برايم. الزت برايم يبدأ من سطح الطبقة الطينية. هنا بما أننا منطيني سيجما سي برايم فبالتالي احنا ما رح نعرف هل هي لازم نحدد هل ما نعرفها بالبداية هل هي نورمال كونسوليديتد أو أوفر كونسوليديتد. فلازم احنا يعني نقارن مع السيجما سي برايم. يعني مو مثل المسألة السابقة ما منطيني السيجما سي برايم، هنا منطيني السيجما سي برايم. فنبدأ بالخطوة الأولى مثل ما نعرف نبدأ بالأحمال لأن هي تطبق على كل الحالات على كل المسألة يعني الباقية. نبدأ بالأحمال. الأحمال عندي أحمال خارجية 1200 هاي ما متضمنة وزن الأساس. وعندنا الأساس الكونكريتي هم أحمال إضافية جت على التربة على مستوى الأساس. عندنا الأساس هسه الأحمال مالته هي 24.6 الضغط الجاي من الأساس ضربنا في سمك الأساس 0.6 طلعنا ضغط الأساس. عندي الضغط الجاي من الأحمال الخارجية 1200 أقسمها على المساحة 3 × 4 يطلع لي ضغط مسلط عند السوبر ستركتشر من السوبر ستركتشر أجمعهم يطلع لي الضغط الكلي مسلط. انقص منه راح نقص هذا قلنا عند مستوى الاساس نقص من هذا الكيو بار الضغط المعتاد عليه التربه حصلنا على الضغط المسلط الصافي اللي هو من خلال نحسب الهبوط. بنبدا بالميديا سيتلمنت مثل ما قلنا هاي المعادله اللي ذكرناها قبل قليل. هذا الجدول نستخدمه للاي دبليو وعندنا مخطط ثاني للـ F3. حتى ندخل للـ IW قلنا هو لازم أعرف الشكل مالته هل أريده بالسنتر أو الكورنر وإحنا قلنا ناخذ Flexible لأن هو الأحرج. إحنا مستطيل مالنا إذا ما أنا مستطيل أحتاج أعرف هل قد خيمة الـ L over B. الـ L over B بالنسبة للمسألة مالتنا الـ L over B 4/3 يصير 1.333 هذه ما موجودة مباشرة بالجدول معناته أسوي interpolation. بين من أسوي interpolation عندي 1.5 وعندي هنا نص 0.2 هاي من استخدمين ليش يعني هذا أن هذا معناته العرض إلى الطول وليس الطول إلى العرض واضح يعني إحنا نقول L over B معناته هذا شو معناته معناته الطول أصغر من العرض أو عفوا الطول هي الطول أصغر من العرض. إحنا يعني نبدأ من 1.5 اللي هو الطول أكبر من العرض 1.5 والسكوير اللي قيمته الـ L/B 1 يصير مقارنة بين الواحد والواحد ونص. إن الواحد غير قيمة السنتر الـ IW بالسنتر 1.12 هنا غير قيمته بالسنتر 1.36 على يعني الشكل يعني الـ L over B 1 هاي قيمته L over B 1.5 هاي قيمته أنا إذن 1.33 راح أسوي interpolation عملية interpolation بسيطة الـ 1.28 هذا الـ 1.28 أطبقه مباشرة بالمعادلة. هسه يبقى بعد عندي الـ F3 ناجدة مثل هذا الشكل قلنا أحتاج D over B. D over B هي 0.6 over 3 D 0.6 وال B 3 حصلت 0.2 ما نقلنا أقل من 0.5 ما عندي مخطط لهذا الشكل فأخذ قيمة 1 اللي هي الأحرج يعني هبوط أعلى.
بس كل المعلومات متوفرة. الكيو وجدناها قبل قليل 104، البي 3 متر، الاي اس قيمتها 50 حضرناها في ألف حتى نحولها الكيلو باسكال اللي هي ميجا باسكال حتى تختصر الباس والمقام. الوحدات يبقى عندي بس 3 متر. هنا أنا النيو سكوير، هنا الاي دبليو، هنا الاف 3، وهنا أنا نضربا في ألف، 3 في ألف حتى 3 متر في ألف حتى نحولها إلى المليمتر، حصلنا على 7.13. هسه immediate settlement وجدنا، هسه نجي consolidation settlement. consolidation settlement عندي مذكور بالسؤال لازم أقسم الطبقة الطينية إلى 2 sub layers، sub layer 1 و sub layer 2. sub layer 1 فإحنا نوجد عدمن عند منتصف الطبقة الثانوية الأولى، وكذلك نوجد معلوماتنا عند منتصف الطبقة الثانوية الثانية. شنو نوجد؟ إحنا بالمعادلة نوجد على الأقل بالبداية سيجما نوت برايم، نوجد الدلتا سيجما، وبعدين نذكر بقية المعلومات نوجدهن. هسه سيجما نوت برايم نحسبه منين؟ من السطح. عندي 0.6 أضربها ب 17، 2 متر أضربها في 18 ناقص 9.81، والاثنين متر أو هنا قلنا واحد متر بقى بس منتصف الطبقة نضربها في 18.5 ناقص 9.81. بالنسبة للزيت اللي نوجد عند الزيادة الإجهادية، منين نوجده؟ نوجده من أسفل الأساس وليس من سطح الأرض. من أسفل الأساس عندنا 2 متر، وهاي هنا طبقة مترتين نصها متر، يصير 3 مترتين، وهاي متر 3 متر الزيت. هسه أنا الزيادة اللي جاية بين نوجده عند الشكل هو مستطيل، بنوجده من خلال هذا المخطط. هذا المخطط المشكلة اللي بيه لازم نوجده فقط عند الركن، أنا أريد عند المنتصف في مركز المستطيل. لهذا السبب راح نقسمه إلى 4 أجزاء بحيث كل مستطيل يمر من خلال هذه النقطة. هذا هو طوله 4 متر، نصفه مترتين، وعرض المستطيل 3 متر، نصفه 1.5. فأنا احتاج بالشكل، احتاج الام والان. الام اللي هي عرض الأساس على زد، والآن هي طول الأساس على زد. زد وجدناها، والآن والبي سمول وجدناها، قلنا هو المستطيل الصغير. بعدين نحسب المستطيل الصغير، بعدين نضربها في 4. فالبي 1.5 على زد 3 طلعنا 0.5. الآن مترتين قلنا على زد 3 طلعنا 0.667. ندخل للمخطط. المخطط عندي المحور الأفقي هو الآن، والمخططات الآن هي قيمة الآن 0.667. هنا نلاحظ احنا عندي 0.1 وتنتهي 1، معناته لأن القيم كلهم بالبوينتات بس ما مذكورة حتى لا تصير الزحام بالمخطط. 0.1 عندي 0.2 0.4 وهكذا 0.6، هنا 0.667. نسقط على منحني اللي قيمة الـ M 0.5، حصل على قيمة الـ I اللي هو الـ 0.1. هذه قيمة الـ I1، هذه مستطيل واحد. فأنا حتى أوجد الزيادة اللي جاية نتيجة هذا المستطيل الصغير بس أضرب الـ I في الـ Q نوت. Q نوت حسبناها ضغط التماس. احنا عندي 4 مستطيلات، فمعناته اضرب في 4، عندي 4 مستطيلات شامل وضغط على هذه النقطة واضرب في 4، حصل على الزيادة الإجهادية. هاي الزيادة الإجهادية عند منتصف الطبقة. بعد هسه انا عندي الزيادة الإجهادية معلومة،
وعندي السيجما نوت معلومه. قبل ادخل للمعادله خلنا نذكركم بعض المعلومات اللي اخذتوها بالمحاضرات. الكونسوليديشن سيتلمنت عندي لازم اميز هل هو نورمال كونسوليديتد او اوفر كونسوليديتد. اذا نورمال كونسوليديتد عندي معادله واحده، اذا اوفر كونسوليديتد عندي معادلتين. يمتى استخدم المعادله النورمال، يمتى استخدم الاوفر كونسوليديتد؟ إذا كان السيجما نوت أكبر أو يساوي السيجما سب سي، يعني إذا كان الضغط الحالي هو أكبر أو يساوي الضغط التعرض للتربة سابقا، هذه الحالة شو نسميه؟ هذا نسميه نورمالي كونسوليديتد. الضغط الحالي هو أعلى ضغط تعرض للتربة، أعلى من ضغط السارق تعرضت للتربة، فبالتالي هذا نسميه نورمالي كونسوليديتد. إذا الضغط الحالي سيجما نوت برايم هو أعلى من أكبر ضغط تعرضت للتربة، هو إذا كان أصغر من أعلى ضغط تعرضت للتربة سابقا، هاي الحالتين هاي نسميها أوفر كونسوليديتد. يعني بالحالتين الثانية والثالثة سيجما نوت برايم هو أصغر من سيجما سي برايم، يعني الضغط الحالي أقل من أعلى ضغط تعرضت له التربة، هذا نسميه اوفر كونسوليديتد. هسه يا معادله استخدمها الثانيه والثالثه يعتمد على مقارنه السيجما سي برايم مع السيجما نوت برايم زائد دلتا سيجما. هذا السيجما نوت برايم زائد دلتا سيجما بعض الاحيان يسمى سيجما 1. فاذا كان السيجما سي برايم اكبر من هذه القيمه او يساويها نستخدم المعادله الثانيه. اذا السيجما سي برايم اصغر من هذه القيمه نستخدم المعادله الثالثه. احنا قلنا هذا الحد الاول اثنين ان سيجما سي برايم هو اكبر من سيجما نوت، هذا الحد الاول. بس الثاني متراجحه هو اللي يحدد المعادله. اذا اردنا مثلا واحد يفهمها اكثر ليش هيك صارت ارحي بالمحاضره. احنا هنا عندي هذا السي سب سي هذا الميل، وعندنا سي سب ار هم الميل. هذا السي سب سي هو المين الكومبريشن اندكس، والسي سب ار ريكومبريشن اندكس، يعني هذا بالاوفر كونسوليديتد. شوف اذا كانت عندي بس سي سب سي عندي ميل واحد، انا اريد اطلع من خلال هذا الشكل شنو هو الدلتا اي. الدلتا اي فكله يمر من خلال ميل واحد. اذا كان عندي اوفر كونسوليديتد فانا عندي ميلين تربه الاوفر كونسوليديتد، عندي ميلين، والسيجما سب سي برايم تقع يعني الحد الفاصل بين الميلين بين الخطين. سيجما 1 برايم مثل ما عرفناها قلنا هو نفس السيجما نوت برايم زائد دلتا سيجما. اذا السيجما 1 برايم قبل السيجما سي برايم يعني اصغر من عنده، معناته احنا واقعين فقط ضمن الخط الاول. ضمن الخط الاول يعني بنطلع الدلتا اي راح نطلعها من خلال ميل واحد. وهذا ما موجود بالمعادله الثانيه. فقط ميل واحد اللي هو السي ار. الحين اذا كان السيجما 1 برايم اكبر من السيجما سي برايم، معناته انا حتى اطلع الدلتا اي الكليه لازم اخذ الجزء الاول من السي ار اللي هو السي ار هذا الميل مالته، والجزء الثاني اللي هو مين من السي سب سي، معناته عندي حدين. بس كمعلومه احنا ما ندخل بعد تفاصيل اكثر. موضوع هذا اخذته سابقا. فاحنا بس كمعلومه ان الواحد يقدر يعني يتذكر من خلال هذا الشكل، اذا السيجما 1 برايم اكبر من السيجما سي برايم معناته اخذ معناته مجموع، واذا بالعكس اقل سيجما 1 اقل من سيجما سي برايم اخذ منحني واحد اللي هو سي ار. فنرجع للشكل، ايش معناته؟ لازم انا اقارن هسه احتاج هم السيجما نوت برايم زائد دلتا سيجما. هاي وجدناها سيجما نوت، هاي الدلتا سيجما وجدناها، هاي الدلتا سيجما طلع لي سيجما نوت زائد دلتا سيجما. بعد احتاج سيجما سي برايم، هاي المعادله مالتي 50 زائد 5 زت 1 برايم، هاي المعادله مالتي قلنا. واحنا جاي ناخذ في منتصف السب لاير الاولى قيمه الزت برايم جيت 1 متر، طلعنا سيجما سي برايم. هسه اول مره اريد اعرف هل هي نورمالي كونسوليديتد او اوفر كونسوليديتد.
قلنا نقارن سيجما سي برايم مع سيجما نوت برايم. بما أن سيجما سي برايم أكبر معناته التربة تعرضت سابقا إلى ضغط أعلى من الضغط الحالي، معناته هي أوفر كونسوليديتد. سيجما سي برايم أكبر من سيجما نوت، هي أوفر كونسوليديتد. هسا قارن مع من؟ قارن مع السيجما نوت زائد دلتا سيجما. بما أن سيجما سي برايم أكبر من سيجما نوت زائد دلتا سيجما، فهي معادلة أحتاج معادلة ثالثة اللي بيها ميلين. هسه المعادلة بسيطة عرفناها، هسه بس عوض قيم سي ار عندي موجود، سي ار موجود، الاي نوت موجود، السي سب سي موجود، بس هذا بس سي ار اي نوت هنا، الاتش نوت 2000 احنا اخذنا بس السب لاير 1 واللوج السيجما سي برايم على من على السيجما نوت برايم، السي سب سي على الواحد زائد الاي نوت، الـ H نوت هو 2000 والسيجما نوت زائد الدلتا سيجما هو 77 والسيجما سي برايم هو 55، فيحصل على السيتلمنت بالسب لاير الأولى هي مقدار 29. نجي للسب لاير الثانية نفس الخطوات، شو حصل سريعة بعد لأن صارت واضحة. السب لاير الثانية شو الاختلاف؟ أحجب السيجما نوت في منتصف الطبقة الثانية، بس هاي يعني حسبها من السطح الأرض اللي هنا واضحة صارت. الزيت، الزيت قلنا للزيادة الجهادية منين ناخذها؟ قلنا من أسفل الأساس، فصار مترتين زائد مترتين الطبقة الثانوية الثانية زائد نصف الطبقة الثانوية الثانية، قلنا هاي مترتين زائد مترتين 4 زائد متر 5 في 5 متر. والبي وال الال مثل ما عرفنا سابقا اخذنا مستطيل صغير واحد معدن، والال مالته مترتين والعرض مالته متر ونص، و بي اوفر زد 1.5 على 5، هنا الال اوفر زد 2 على 5 0.3.4. فعندي البوينت 4 الان من هنا سقطناها على الام 0.3 وجدنا قيمه الاي. قلنا الآينا راح نضربهم في 4 لأن عندي 4 مستطيلات، والكيو نوت عندي معلوم طلع عنا دلتا سيجما، وقلنا نجمع السيجما نوت مع الدلتا سيجما. بعد السيجما سي برايم هم المرة زد 2 برايم قد يساوينا؟ سيجما زد برايم هاي المعادلة هنا عندي متر تيم زاد المتر 3 امتار الزت برايم، عوراني الزت برايم 3 متر حصل سيجما سي برايم. سيجما سي برايم هو اكبر من سيجما نوت برايم، فبالتالي اوفر كونسوليديتد، والسيجما نوت زاد السيجما هو اكبر من السيجما سي برايم، فبالتالي معناته راح استخدم المعادله الثالثه. قلنا سيجما سي برايم اكبر من سيجما نوت، السيجما سي برايم اصغر من السيجما زائد السيجما، قال استخدمنا المعادله. بس عوض القيم، بس عندي السي ار قيمته معلومه، قلنا السي ار والاي نوت موجوده والاتش نوت 2000، سيجما سي برايم 65 وجدناها، والسيجما نوت قيمته قلنا 53، والسي سب سي اي نوت والاتش نوت والسيجما نوت زادت السيجما وسيجما سي برايم، حصلنا على سيتلمنت. اجمع القيمتين حصل على الهبوط الكلي، يعني السب لاير الاولى زائد السب لاير الثاني حصلنا على الهبوط الكلي. هسه اجي للمطلب الثالث. المطلب الثالث عندي شقد؟ اريد ان قد الزمن إذا كان الهبوط مقدار 15 ملم، أنا الهبوط طلع لي 40 ملم consolidation settlement. أيضاً بال 15 ملم قد عندي قد الزمن أوصل ل 15 ملم consolidation settlement؟ بعد شو مطيني زمن إنشاء 1 سنة، يعني هاي الأحمال ما سلطت كلها بنفس اللحظة. نعرف بالإنشاء يبدي تسليط الأحمال بصورة تدريجية، يعني يبدي step by step، يبدي أول مرة إنشاء الأساس بعدين اللي بيصور ستيب باي ستيب، بعدين يعني الاحمال
تسلط على التربة بصورة تدريجية وليس بصورة آنية. هاي ماخوذ لازم ناخذ نظر الاعتبار هنا بعد السؤال. احنا شلون نوجد الزمن؟ الزمن وين موجود بهاي المعادلة؟ هاي المعادلة السي بي معلوم بالمسألة، دي معلوم نقدر نوجده معلوم. السي بي جيت قيمته هنا قيمته 0.0375 راح نضربها بعدين في 12 حتى نحولها سنة لأن جاءت عملية السنين. لأن قلنا المانث بالمقام بنضربها في 12 حتى نحولها إلى سنين. بالسلايد الثاني راح توضح هاي. عندنا الدي، الدي هو أطول مسار. هنا أنا عندي النفادية من اتجاه واحد، بالأسفل عندي طبقة صخرية غير منفذة للمياه بس بالأعلى عندي رمل، فبالتالي أطول مسار هو 4 متر فصار معلوم هذا اثنيناتين. التي بي ما معلوم، شلون نوجده؟ أنا التي بي عندي علاقة ويا من؟ ويا اليو أفرج. اليو أفرج عندي معادلتين، فإذا كانت اليو أفرج أقل 0.6 استخدم هذه المعادلة، وإذا كانت أكبر استخدم المعادلة الثانية. بس أنا إذا أقدر أوجد اليو أفرج أقدر أوجد تي بي، لو وجدت تي بي أقدر أوجد التي. فاليو أفرج شلون أوجد؟ أقدر عندي معادلة ثانية عندي الهبوط عند أي زمن يساوي إنه معدل درجة الانضمام في الهبوط النهائي. الهبوط النهائي استخرجته من الاستاد السابق. هبوط عند أي زمن؟ إحنا الهبوط عند 15 مليمتر، فأقدر أطلع اليو أفرج. اليو أفرج شو يساوي؟ يساوي 15 على 40 يطلع لي 0.371. إذا عندي هذا الدخل بهاي المعادلة بما أنه هو أقل من 0.6 صحيح المعادلة راح أستخدمها طلع لي التي أفرج، التي عفوا التايم فاكتور. إذا التايم فاكتور طلعنا هسه التايم فاكتور طلعنا شوف المعادلة، المعادلة السابقة هاي معادلة الزمن هنا الموجود هذا الزمن التي، هذا الزمن من حسب هاي المعادلة جاي نفرض بين الأحمال مسلطة كلها في بداية الإنشاء، يعني ما مسلطة بصورة تدريجية، مسلطة مثلا إذا عندي مثلا جد 1200 كيلونيوتن كلها مسلطات نفس اللحظة ما مسلطة بصورة تدريجية، معناته أنا لازم أحول الشكل مالتي بدل ما أحمال أنا بعد المسألة قال لي أنا أكو فترة إنشاء عندي سنة أنا أكو زيادة تدريجية بالأحمال، معناته لازم أحول هذا الشكل إلى أحمال تكون آنية كلها مسلطة من البداية. شلون نسوي هذا الشيء؟ هذا يعني أنتم موجود عندكم بالملزمة وتم شرحها سابقا. هذا الشكل يبين بأن إحنا تم إنشاء بصورة تدريجية، يعني هذا التي سي اس أنا عندي 1 year سنة واحدة. هنا أنا بهاي المعادلة اللي بس بيها تي، أنا سنة تي ناقص بي سي أوفر 2 بس هي أصلاً بس تي. التي معناته هذا الأحمال، هذا الأحمال مستمر إلى البداية، يعني كلها عبارة عن مستطيل ما بي مثل هذا مثلث شكل، كله مستطيل مستمر بهذا الشكل الأحمال. إحنا الأحمال عندنا بصورة تدريجية، يعني شلون نرتبها بحيث تكون أحمال كلها تبدأ من البداية على شكل مستطيل من البداية مقدارة B. إحنا هنا إذا فرضاً أخذنا في منتصف المسافة T C over 2 أخذنا منتصف المسافة، هذا المثلث بالأسفل راح أقصه ورفعه بالأعلى خليته هنا. فشو معناته؟ معناته صار الأحمال منذ البداية بس طلاب لحظة المقابلة
أوكي طلاب اسمعوا دكتور هسه بحسوين هنا يعني زحفني هذا المحور الحمال لمن للود على مسافة تي سي اوفر تو حتى ايش يصير الحمال مسلطة منذ البداية كل الاحمال هاي انتم مهدية بالمحاضرة احنا قلنا الى افتر كونستركشن بيريود يعني انا الزمن اللي اريده ما بعد فترة الانشاء اذا اريد الهبوط ما بعد فترة الانشاء فلازم شو اسوي نقص التيمين من تي سي اوفر تو هاي موجود المحاضرة هذا يعني انا بس اوضح لكم يعني انا شلون شنو السبب فمعناته بدل التي عوض عن التي بدنا شو بدل التي عوضنا عن شنو تي ناقص تي سي اوفر 2 وين عوض هسه هنا نكتب بدل التي نكتب تي ناقص تي سي اوفر 2 من عند هذا طلعت الزمن التي راح يصير بس اضرب الطرف الوسطين تي بي بي دي سكوير تقسيم سي بي زائد تي سي اوفر 2 هيطلع لي تي اريد ان التي هذا الشكل راح يصير معادلة ال D عرفنا قلنا توا 4 متر عرفنا شلون وال C عرفنا قلنا ضربنا في 12 حولناه إلى الير هسه بس أعوض ال T C مطلنا إياها سنة واحدة فترة الإنشاء بس عوضنا ال T B طلعنا قيمتين عندي ال D 4 ال C B 0.45 وال T C قيمته 1 تقسيم 2 طلع لي الزمن 4 years, 1, 3, 4 years. هاي معادلة تستخدم يعني تي سي اوفر 2 إذا احنا جاي نفرض بين الزمن اللي هو بعد construction period. هاي مثل ما قلنا نستخدم هاي المعادلة إمتى؟ after construction period. يعني أنا أريد الهبوط هذا الهبوط اللي 15 ملم هو حدث ما بعد فترة الإنشاء. شو عرفت حدث ما بعد فترة الإنشاء من خلال الزمن مالته الزمن قد هو وصلنا لل 15 ملم وصلنا لل 15 ملم بزمن 4 سنين 4 سنين هي أكبر من السنة الواحدة يعني الهبوط هو ال 15 ملم حصل ما بعد انتهاء فترة الإنشاء فقدر تستخدم هذا الشكل المعادلة أكو واحد عنده سؤال طلاب؟ العفو دكتور نعم يعني دائما إذا يعطيني فترة إنشاء يعني لازم أرحها؟ إذا معطيني فترة إنشاء لازم أرحها إذا كان نعم إذا فترة إنشاء بالهاي المعادلة قلنا هي لفترة يعني الإحمال تبدي منين من البداية كلها continuous يعني ما بها زيادة تدريجية نقص هاي متى عندكم أنتم معادلتين بس أوضح لكم يعني هسه شو استخدمنا؟ استخدمنا هاي المعادلة أيمتى؟ إذا فترة الإنشاء إيش قلت؟ قلنا after construction period هاي after construction period إذا during construction period نستخدم هاي المعادلة الأولى إحنا هسه حالتنا هي after construction period يعني أنا الزمن 15 مليم حصل بعد السنة الكاملة سنة إنشاء سنة بعد السنة حصل هو بمعناته هي after construction period إذا عندي الهبوط أريد أثناء construction period معناته استخدم المعادلة الأولى وليس المعادلة الثانية واضح لنا طلاب؟ واضح دكتور زين دكتور بالنسبة لل IW دكتور يعني هسه أنا من حليت السؤال الثالث ما يعني ما انخطر ببالي إنه أنا راح أستخدم عادي أستخدم مات المربع يعني دكتور أنت استخدمت من المربع ومن المستطيل سويت interpolation نعم دكتور فأنا يعني ما توقعت إنه صرنا نستخدم مات المربع فشفته ما موجود يعني والواحد بوينت 1.33 أقل من الواحد ونصف أخذت واحد وأثر على النتائج كلها يعني مع إنه الخطوات كانت صحيحة يعني ما نعطي صفر احنا يعني اي خطوات انت تخصم بعض الدرجات على عيني خطأ اسمه معناته صفر اوكي طلاب يا عمد السؤال نبدي بالغياب
الذي إذا طلاب ما عندهم سؤال أنا راح أبدي بالغياب. إذا واحد ما عنده سؤال بأثناء الغياب يقدر يغادر.